كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، كاين تدخل ديال رجال الاطفاء في هذه اللحظات هذه من اجل اطفاء الحريق اللي صاب واحد المستودع ديال المتلوثيات بمنطقه 36 ضوئي حد السوالم التابع للجماعه الترابيه السوالم الطريفيه. لما كاين خسائر ماديه كبيره اللي صابت هذا المستودع ديال المتلوثيات. واش غادي نقول لك اودي خالي، خرجت مع الصباح مع 8 خارج ماشي للخدمه، تعيطوا لي موالي الدار نقول لك مع ديك جويه 10:30 11، قالوا لي جيري الشاعر العافيه بشي باريط حدانا هنا. هاد الباريط هذا غنقول لك تقريبا دابا كاين واحد 4 سنين، كاين واحد السيد جاري هو هنا ما ساكن ما تشي حاجه، يعني مستغل هاد البقاعي هنا كيجيب يعني زبال بيك باك خايش باريط، يعني حيث ما كان يعني كاع داكشي البرودويات ديال الوزينات كيجيبهم كيحطهم في هاد البلاصه، يعني ماشي شي برودويات اللي غنقولوا مزيانه، برودويات شيميين يعني كلشي فيه كيشعر. انتم الشورى العافيه ملي كانت شاعله البرامج اش كانوا كيديروا؟ كاين واحد السيد خدام معاه هنا جا كان كيحرق في شي زبال عنده مجموع، شي جبل عنده مجموع كان كيحرق فيه، كيفاش اخويته داعت ليه العافيه حتى كتشوف كلشي على عينك؟ يعني مدة تقريبا دابا غنقول لك انا واحد 4 سنين باش انا مطايف معاهم على هادشي، كنقول لهم حيدوا هاد الروينه من وانا هو مولا السكن. يعني الخسائر راه كتشوف كلشي قدامك، يعني كلشي كتشوف فيه على عينك، انت كتشوف راه الباب ديال الدار ريدوات ما برا راه كلشي شعلت فيه العافيه، يعني راه حتى شي حاجه ما بقات، انت كتشوف دابا كلشي على عينك. ها هما البومبيه كيطفيو، لا عندي وليدات كاينه غير هنا شي دراري ولاد عمي صراحه هما اللي تعاملوا معنا، هما اللي جاو خرجوا الدار وخرجوا شحال من حاجه من الدار يعني حيدوه، صافي ردوا الباب ديال الدار تما وبقاو طايفين مع العافيه كيبعدوا في الباريط. راه انت كتشوف راه الدنيا كامله هنا راه تكبيت، ولكن المشكله اللي كاينه هو انا باغي نعرف هذا مولا الدار هذه فين هو، علاش مولا الدار ما جاش لها بالضبط؟ هذه هي ثاني مره. واش سبق لكم تقدمتوا بشكايه قبل هذا الباريط؟ لا هذا الباريط هذا مرارا ما كنقدمش شكايه، هضرت معاه يعني ما بيني وما بينه، محبي يعني انا مشات تفاهمت هو واحد السيد، يعني شعلات العافيه المره الاولى برمنا بزاف ديال الحوايج حيدنا، هذه راه ماشي اول مره، هذه راه هي ثاني مره غادي تشعل فيها العافيه عاوتاني. دابا راه ما بين هذيك المره وهذ المره دابا غنقول لك كاينين 3 سنين، يعني باش هذا الشيء حنا طايفين هو انت كتشوف النتيجه ديال هذا الشيء دابا شنو هي؟ شنو وقع؟ كنا خدامين، حنا خدامين حدا السيد من الدار خدام في السوالم، جينا كنجريو هنا كيبان الباريط كلشي على الباب، حتى حاجه ما الناس كتجريو بوان بيا ثم الله يحسن العوان، كاين كاميو واحد كيمشيو كيعمروا كيجيو، ما الماء ما كاينش بزاف، ما قليل الماء ما كاينش قليل، الساكنه كتعاني من الماء فهمت؟ تعاني من الماء وراه الناس باش خاص جوج كاميوات ولا ثلاثه فهمت؟ ما نقول لك يعني كتجي وحده كيبقاو يتسناو العافيه، السبب كاين ليسانس وكاين داك الشيء الطوار اللي كيبقاو يتفرقعوا، كاين شي لا اسباب فهمت بزاف، يعني الباريط السبب باقي ما عرفناش شنو هو، ما عرفناش السبب دابا شنو، ولكن كيقولوا كراطن كانوا شاعلين حتى الباريط كيشعلوا حتى شعلت في كل شيء، السبب المهم خاص فهمتي خاص تدخلات، ما كاينش جماعه ديال السوال ناقصه بزاف. بان لي داك الشيء الدخان وداك الشيء بان لي بنادم مجموع، من بان لي مجموع جيت انا بديت نعاون فيه، جيت انا من بدات العافيه وانا معاه فهمتي، جيت عطقنا هاد الدار هادي هي الاولى كانت باش تشعل فيها العافيه، الاخرى ضربنا معاها تاعينا ما لقيناش، وهاد البان بيا تما تعطلوا شويه وعطقنا تاعينا خويا وراه داكشي. شنو هو السبب اللي شعلت عليه العافيه؟ وهذاك الشيء تاع الله ما عرفتش كيفاش ما عرفناش علاش السبب، ما عرفتش كيفاش ما عرفناش علاش ما عرفناش علاش اصاحبي تتبان لينا العافية شاعلة صافي تجينا، ما كاينش الناس اللي اختنقوا ولا شي حاجة؟ لا والو، ما كاينش اختناق لا والو، عاد شاعلتش.